ماشي، النهاردة هنتكلم عن الشاشة بتاعة المرتجعات. تمام، نحط المفروض طبعا التاريخ زي ما احنا قلنا بيتحط كده في الأول، بخليه يحطه براحته زي ما هو عايز. تمام، بس هنا المبتدأ هو بيحطه عن شهر كذا، يعني هو بيحط التاريخ بتاع مرتدى المرتجع ده، هو عن شهر عن شهر مثلا 5، عن شهر اللي احنا فيه، عن الشهر اللي قبليه، عشان لما يجي في عملية التجميعات دي تطرح له منها الأرقام. هنا مثلا هيقول مثلا إن هو إيه، عن مثلا شهر ماشي، انت بتجيب مثلا بتجيب الشهر اللي انت تمام، بتقوله. يعني هو بتاع الخزنة هو بيحط التاريخ بتاعه. بعد كده انا بحط طبعا كود العميل زي ما احنا بنقول، ورقم الفاتورة. تمام، ورقم الإذن، ده هو بيبقى فيه تقريبا إذن المرتجع ده، بيبقى عنده رقم يعني. وبعد كده بيحط الصنف اللي هو هيرجعه، بعد كده اللون، وبعد كده عدد، زي ما قلنا بقى عدد الأتواب ديت، لو هو صفر ساعات بيرجع بالظبط. فضلات فيبقى بصفر، هيرجع اتواب هيزود العدد ده ويكتب عدد الايه، عدد الامتار. في حاجه اسمها في نوع المرتجع، في حاجه اسمها مرتجع بسعر قديم بدون خصم، مرتجع بخصم. في اللي هو المرتجع اللي هو بخصم، ده اللي هو ايه، في مرتجعات يعني اللي هو العميل لما بيجي يرجع بيتخصم عليه فلوس، زي مثلا لو كان واخد حاجه قطاعي وعايز يرجعها. وكمان طلبيه المفروض تستخدم ايوه، يعني الحاجات دي بتعرفوا ان المرتجع ده هيتعمل عليه ايه، هتعمل عليه خصم. وفينا مرتجع بتقول له بقى برضه توب كامل، ولا امتار بدون عيوب، ولا امتار بعيوب، ولا طلبيات خاصه، عشان برضه تبقى الدنيا واضحه معايا. وبعدين لو في حاجه سبب تاني او اي محطوط تانية ايه بتتكتب. تمام، وبتحط هنا كود المستلم، يعني في يعني في يعني كده في اصلا موظفين متسجلين على يعني. تمام، وبعد كده بيضغط ايه اضافه، برضه بيظهر له ايه بقى الصنف واللون وعدد الاتواب وعدد الامتار. وطبعا انا بحط الايه الصنف ده. وهنا بقى انا في الشاشه اللي فاتت كنت انا بضيف له الخصم، صح؟ كنت انا بقول مثلا الخصم المتر عامل مثلا 12 قرش. لا، انا المره دي بسيبها له ليه، لان هو مثلا عن الشهر اللي فات او الشهر اللي قبليه او الشهر اللي قبل مش قبليه، عارف انا شهر فمش عارف هو بقى يحطه وفقا للايه، وفقا للشهر بتاعه. وانا هيحط هو الخصم مثلا 25 قرش مثلا، وبعدين هيحط الايه، هيحط السعر، فيطلع له ايه قيمة الفاتورة. برضه لو زود على نفس الصنف في نفس اللون هيزيد هنا في الايه، في العدد اللي قدام. بعد كده بيعمل حفظ او بيعمل ايه، او بيعمل جديد. لو دخلنا بقى على الشاشات نفسها من جوه، هتلاقي نفس الفكرة بتاعت الشاشة دي من جوه. يعني لو رحنا على الكود برضو هلاقي هنا عامل اوبزيرفابل ايه كولكشن، ومسميها برضو كذا، وعامل حاجه اسمها ريتيرن جريد داتا، يعني عامل الكلاس. والكلاس ده، الكلاس ده برضو عامل فيه اللي هو اي نوتيفاي بروبرتي تشينج، عشان خاطر يحس بالتغيرات اللي هتتم جوه. نفس الفكره اللي اتكلمنا عليها، نفس الفكره اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. تمام، هو بنفس الموضوع، حتى بنفس الايفنتات، بنفس القصه. يعني هو الشاشه دي اتدخلت واتغير بس في شويه اكواد، عشان خاطر يعني ايه، تبقى كانها ريتيرن. يعني الفيش الاولانيه مثلا كنت بضيف رقم الاذن، بضيف العدد، بضيف كل الامتار. طبعا هي ما فيش اذن، لان العميل بيرجع الحاجات اللي هو ايه، اللي هو عايزها. ممكن بيرجع قطاعي، ممكن بيرجع حاجات من دي. احنا كده اتكلمنا على بتاعة المرتجعات، واتكلمنا كمان على بتاعة اللي هو البيع والمرتجعات. باقي بقى الجزئية اللي هي فيها لفة شوية، اللي هي بتاعة الإيصالات. يعني احنا عندنا كذا نوع من أنواع الإيصالات. نعمل ستارت كده.
يعني عندنا ايه حاجه، اول حاجه اسمها حاجه اسمها استلام عربون، تمام. تمام. استلام عربون ديت هنا هيحط ايه كود العميل اللي هو هيستلم منه العربون، ماشي. بعد كده هيحطوا تاريخ الايه، تاريخ الايه، تاريخ الاستلام. احنا طبعا لحد دلوقتي احنا بنسيب يدخل التاريخ بايده لحد ما البرنامج يشتغل فعلا. بعد كده بيدخل البيان، بقى شايف البيانات هو عايز يدخلها عن عن الايفون ده، خاص بإيه؟ اه كلام من ده، ماشي. بعد كده بيحط المبلغ اللي هو بتاع الايه بتاع ال، يعني هو يحط شوية حاجات خاصة بالايصال ده للعميل اللي هو مين، اللي هو محمد ايه، محمد سراج. بعد كده يحط هنا الايه المبلغ، يحط مثلا هنا كام 500 جنيه مثلا. بعد كده يحط رقم الايصال اللي بيتعمل اليدوي، تمام، اللي هو عليه. بعد كده يعمل ايه، يعمل حفظ، حلو كده. ننزل لي الايه، ننزل لي العربون اللي عامله مين، ننزل لي العربون اللي عامله، حطه عندي محمد سراج، تمام، بالبيانات دي بالشكل ده. هيبقى رقم العربون كده، قلنا اي لما احنا قلنا في الاول اتنين دي معناها واحد، دي معناها ان انا عمليه بيع، اتنين هيبقى معناها عمليه مرتجع، تلاته دي معناها اصاله، يبقى اي حاجه تبدا بتلاته دي معناها اصاله. صار استلام ولا صرف؟ ايه؟ ده استلام لا عربون ده دي كده، ايوه ده اصال كده، استلام عربون. ورد عربون 4. لا بنفس يعني الاصالات كلها بتبدا بتلاته، لان هو بتاع الخزنه هو اللي بيبدا يفكر، اللي هو بتاع الحسابات يعني. وبقى في الايه، احنا يعني كده عملنا استلام عربون، تمام، رد عربون. باجي هنا واقول ايه، بحط انا هنا مين، مرتبط هنا بكود العميل، يعني كود العميل اللي هو محمد سراج ده، تمام، 12. فلما اقول ايصال محمد سراج ده، هو ليه كان ليه؟ كان ليه، فهيظهر لي هنا في الكومبو بوكس دي، تمام، اللي هو برقم كام، 3 شرطه 1 شرطه 1، رقم ايصال كذا، اللي هو تمام. خاص فرع الحمزاوي عشان عنوان، لسه ما عشان لسه ما تردش، عشان لسه ما تردش. لو مجرد ما يترد خلاص خلاص انت عامل فلاج في الداتابيس. اه بان هو بيترد ولا ما تردش، لو ترد اصلا خلاص اختفى. ولازم وفي حته كمان ان هو الايصالات لازم ترد كام، يعني ما ينفعش يقول يعني هاخد منها 250 ويتبقى 250 واللفه دي، لا ده ايصال كامل يترد كامل الاول، بعد كده اعمل ايصال جديد بقى باستلام مثلا، يعني هو هياخد 500 بتوعه كاملين الاول، عايز احط بقى عربون جديد يحط عربون جديد. تمام كده. عايز يحط عربون يحط عربون جديد، وممكن يصرفه من ايه، ممكن يصرفه من اي مكان، مش شرط يعني هو مثلا مش حاطه في الحمزاوي فيصرفه بس من الحمزاوي، لا ممكن يصرفه من اي فرع تاني، بس هو اول ما يتسجل ان هو تم استلامه يعني هيتعرف عن طريق انهي خزنه وقصه دي. فهنا ايه، هيختار البتاع، طبعا هيظهر له هنا الرقم كام اللي هو 500 جنيه، خلاص المبلغ ما الحاج ينفعش المراد ده يتغير، ما ينفعش يغيره، هو ما يتغيرش هنا، ايه لا بتقفلها. تمام. وبعد كده بيضيف الايه، تمام. التاريخ والقصه ورقم الايصال الرقم اللي هو عمله. وبعد كده بيعمل ايه، بيعمل حفظ، كان عمليه تتحفظ. ده استلام عربون ورد ايه، ورد عربون. في حاجه اسمها بقى مرتجع كسر شريحه، تمام. مرتجع كسر الشريحه ده قصته ايه، اللي هو عميل مثلا خد مني 5000 متر، خد مني 5100 متر، وخد كل الخصومات عليه. خد كل الخصومات عليه، وبعد كده عايز يرجع كام، هيرجع 300 متر. فمعنى كده ان هو ان انا عندي بياخد خصم، بيزيد الخصم لما بياخد اكتر من 5000 متر، فبدل هو نزل عن الكميه دي، فالمفروض هو اه المفروض ان هو هيرجع بقيه الايه، بقيه الفلوس. وهنا في الاول كنت انا عاملها بان هو اللي بيحسبها بتاع الخزنه منه نفسه مؤقتا لحد ما الدنيا ايه، ما الدنيا تتظبط يعني، مش انا اللي بطلعها له تلقائي يعني. هو هنا مثلا هو هيختار، هو غيرت كده ولا انت غيرتها؟ لا لسه لحد دلوقتي ما اتغيرش زي ما هي كده، تمام. تمام. الشريحه الثانيه، وبيكتب الشريحه الثالثه مثلا وعن شهر ايه، وهي في المجموعه في انهي ايه، في انهي مجموعه، يعني مثلا عن شهر 8 مثلا، تمام. هيجي له مثلا ان ايه، ان المجموعه من واحد لكام، 5000 متر في شهر 8، المجموعه من كذا لكذا في شهر، المجموعه من كذا لكذا في شهر ايه، في شهر أنا اخترت الصوت. اخترت الشريحه، انا مش دعوه بالصنف، انا الشريحه جوه مجموعه الاصناف، هو لما اختار الشريحه كده هيدي له الايه، الحاجات بتاعتها، ماشي. وبعد كده ايه، هيختار التاريخ اللي هو هيعمل فيه، وبعد كده برضه يكتب البيان، وبعد كده يحط هو معاه المبلغ، ورقة يبين له الصوت ده في الشريحة الفلانية. اه تمام. والمبلغ هو اصلا الكميات اللي هو رجعها بقى في المرتجع، يعني هو اصلا اتعمل مرتجع خلاص، مش هو بيبقى عامل طيب. اذن استلام مرتجع كده، عارف كل حاجه فيها، وهو حتى كمان في المرتجع بيبقى مسجل الخصم بتاع كل شريحه قد ايه، بيظهر له في المرتجع الشريحه دي بتاعتها ايه، يعني في المرتجع بيظهر له اصلا موجوده في صنف الدكر مثلا الاكس لارج ده في الشريحه هو الثالثه، ده بعد ما بيستلم المرتجع ايوه يعني. وعمل المرتجع الاول، وبعد كده بيعمل بقى دي الايصال، بقى بتعمل ايه يعني؟ بتقول له المبلغ الفلاني اللي اتخصم منه ولا؟ لا هو بيسجل ان هو خد من المبلغ الفلاني ده ايصال استلام كسر شريحه، يعني ده ايصال بيقول ان هو استلم، يعني هو مثلا دلوقتي العميل بيرجع 300 متر،
ماشي كده كان هينزل المفروض ان هو، المفروض ان هو هياخد 5000 جنيه، فانا بقول له انت مش هتاخد 5000 جنيه، انت هتاخد كام؟ 4500، يعني في 500 جنيه هنبقى عشان انت كسر، احنا كنا مدينك قبل كده بسبب الموضوع ده، فاحنا هناخدهم منك تاني، ناخدهم منك تاني ديت، هو هيحطه عشان يسجل على الخزنه او يثبت في الخزنه بقى ان هو خد، ان هو في 500 جنيه هيسجل بسبب ال 500 جنيه، بسببها ايه؟ هيسجلها في الشاشه اللي هي قدامنا دي. كان برضه هيحط هنا المبلغ ويحط هنا رقم ايه؟ رقم الاسعار، زي ما احنا كنا قايلين برضه ان مش بتكتب الارقام بس اللي هي رجل الاكسبشن، احنا كنا هي كانت مكتوبه تحت الكود. تمام. في بقى ايه؟ وفي خصم الشركه. هنا برضو نفس القصه بتاعت الشاشه اللي قبلها، بس ده اللي هو ايه، هو هيديله فلوس بقى، اللي هو هيديله فلوس عشان خاطر يعني عميل خد طول شهر مثلا قطع يعني 2000 متر في 2000 متر مش عارف ايه، فجه في الاخر ليه خصم كبير، فهي فهياخد طبعا الخصم ده، بيظهر له برضه في شاشه تانيه، بيظهر له من كل العميل الفلاني الخصم الفلاني العميل الفلاني الخصم، هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس هو هنا بقى بيسجل برضه قصاد ايه، ان هو صرف له الايه؟ المبلغ. صرف له المبلغ ده. في بقى اللي هو ايه، في حاجات كنت بسألهم فيها، بيقول لي احنا ممكن نعمل استلام او صرف بتاع حاجات كده، يعني يعني ممكن تبقى الموظف، ممكن تبقى بس شخص مجهول الهويه، مش عارف ايه، مش حاجات متسجله عند الداتا بيس، تبقى حاجه وقتيه كده، يعني محمد الشيخ مثلا عايز حاجه معينه، فبيروح بقى ايه يصرف مثلا فلوس، مثلا فلوس يعني اكراميه لفلان الفلاني، فهو ممكن ساعتها يكتب اسم مين؟ اسم فلان الفلاني ده، هيكتب هنا يعني، ويدخل هنا يكتب اسم الايه، اسم الحد اللي هو هيديله الفلوس ديت، تمام، والتاريخ والبيان والمبلغ ورقم الاصرار، طبعا ده هيقول بقى ان هو صرف في المكان الفلاني او العكس، سواء استلام او ايه او صرف. يبقى احنا عندنا في العرابين ده مع العملاء بتوعنا، في قسط شريحه او خصم او قسط شريحه او مرتجع برضه مع ايه، مرتجع قسط شريحه ده مع العملاء برضه، لكن استلام وصرف العاديين دولت هو بيعملهم مع ايه، مع اي حد يعني، اي حد بياناته مش مسجله عند عاده بس. أحسن عملية ضبط عميل، مسحوبات خلال شهر، مسحوبات خلال شهر اللي كنا بنتكلم عليها، يوم هنا هيجي هنا ويقول مثلا عن شهر 8 يضغط موافق. برضه اللينك كل ال كل كود لينك. تمام. هنا بيظهر له البلد بتاعت العميل، كود العميل يعني، واسمه ورقم التليفون بتاعه ومجموعة الخصم بتاعته، وعدد الكتاب اللي هو ايه اللي هو اشتراها، وعدد الامتار، واجمالي السعر، واجمالي السعر بعد الخصم المستحق ومحصل عليه، وخد كذا، وعمل مرتجع، عدد الامتار المرتجعة اللي هو عملها كانت قد كذا، وكسر شريحة لو كان في كسر، طبعا مفيش كسر شريحة، والمتبقي ليه مثلا 1759 جنيه، الامتار الامتار المرتجع 41، عدد الامتار، بعد الامتار المرتجع بيطرح الكميه وبيطلع له الكميه الصافيه اللي هي ايه، اللي هو المفروض يتعامل معاها. تمام. هنا بقى ايه، في بقى عمليات الفاتوره اللي احنا بنتكلم عليها العاديه اللي بتتم ديت بالعميل، مش عارف ممكن بالعميل تشوف كل العمليات اللي تمت عليه، مثلا زي اسلام رجب ده الشريحه التانيه، السعاد الامتار 415، معلش اصلا خصم ايه، معلش خصم ايه، شكله صح فاتوره واحده بس. لا انت بتتكلم على يعني هنا دي، هنا ديت تجمعات مش فواتير، مش تفاصيل يعني، مش تفصيل، هنا تجمعات. في حاجة فيها تفصيل؟ في حاجة فيها تفصيل. ودي كده شريحتين ولا شريحتين؟ ما هو لو هظهر لك كده يبقى ظهر شريحتين، دي الشريحة التانية ودي الشريحة التالتة. تمام. دي كده مسحوبات خلال الشهر. في هنا بقى مسحوبات عميل ديت اللي ممكن تبقى فيها شوية تفصيل شوية، يعني تحط مثلا كود العميل، مثلا اللي هو كود العميل اللي هو 90 ده، مثلا اللي هو اسمه محمد ايه، محمد عبد الرحمن ده، هيديك بقى مسحوبات في شهر، في كل الشهور كمان يعني، شهر 8 وشهر 5 وشهر كل الحاجات اللي عشان، والمرتجعات بتاعته، عشان لما هو يجي بتاع الخزنه في الفلور اللي بره يجي يقول ايه، يجي هيجي له عميل مرتجع بكميه مرتجعات، فيبقى عارف هو اشترى منه ايه في انهي شهر،
عشان يقدر يحدد البضاعة اللي هي جاية له ديت من بتاعت أنهي شهر. تمام. نفس القصة برضه، هنا عميل خلال شهر، بس هنا بقى بتهيألي فيها تفصيل شوية. كل عميل مثلا زي ما احنا قلنا 90 اللي كنا بنتكلم عليه ده، نختار الشهر مثلا 8 يقول له موافق. تمام. فهنا في شوية تفاصيل بقى العمليات بأرقام الفواتير اللي هو إيه؟ أصناف الأمطار. وأرقام الفواتير. تمام. اللي هو ساحب. فهنا بقى إيه؟ وطبعا بأرقام الأذونات، هنا رقم الإذن وهنا رقم الفاتورة. وعدد الأمطار وعدد الأتواب والشريحة اللي هو فيها، يعني كل تفاصيل كل حاجة خاصة بالعميل ده في الشهر ده. تمام. أبص ثواني كده، يعني الشاشة دي مثلا ممكن يحصل نعمل تعديل بسيط، يعني نخلي الاسم بتاع العميل يطلع فوق مثلا، رقم التليفون يبقى فوق، ونضخم بإيه؟ عمال بالاتنين عشان خاطر تقلل يبقى الدنيا. العواميد. تمام. فدي تبقى سهلة ولا؟ دي حاجة سهلة، بس هي المشكلة مش في كده. المشكلة ان هو ايه، انت عندك، انت الناس هقول لك ايه، انا عايز اطبع. فعشان تطبع لازم يبقى ظاهر في الطباعة بتاعتك اسم العميل ورقم بدون تليفونه. بعدات اللي ظهر مش ما تحاولش الكريستال يعني؟ انت بقى انت عايز تعمل تقول، يعني عايز كنا بنتكلم عن الوقت اللي هو انجاز، مش دي ممكن يعني ده تطوير، يعني تطوير تعمل الكريستال ويبقى الصفين دول ما همش فيه. عشان تقلل حتى كمان، اصل كده البيانات اللي هنا كتير، انت هتشوف برضو في حاجات كتير هتحاول جدا، تقلل من عدد الكولومز اللي هي موجوده بقدر الامكان. حاجات اللي هي البيانات الاساسيه دي فوق الداتا بس اللي ده بس ده كده. عميل ايه زي ما احنا قلنا، مصاحبات عميل وعميل خلال شهر، قلنا هنجيب تفاصيل العميل. بعد كده في هي يوميه الفرع. يوميه الفرع ديت دي اجماليات بقى، هتروح تقول له مثلا ايه، هو بتاع الخزنه اكيد هيبقى عايز مثلا يشوف هو خزنته كام النهارده مثلا، هيختار تاريخ النهارده ويضغط ايه، يضغط موافق. تنفع يظهر له، المفروض بقى يظهر له ايه، مبيعاته كام ومرتباته قد ايه وصلاله استلام وصلاله استلام كام المبالغ يعني. تمام. والحاجات اللي هتطرح يعني اللي هتتجمع مع بعضها تتجمع، وهتطرح هتطرح وتعرف في الاخر الاجمالي، والله يخلص يعني يطلع في الاخر اجمالي فلوس. تعرف خزينة الفرق يعني. لان هي هتطرح فرق يعتبر. على اليوميه واي يوم كمان، سواء النهارده امبارح اي يوم في الايام اللي هي. طب ما دي لوحدها ممكن تكفي ان هم يتاكدوا من التسجيلات اللي هي مظبوطه. ايوه ماشي. ما انا بقول لك هو ما عملوش كده، للاسف هو القصه كلها الحساب مش عايزه اصلا. في التجميع بتاعته غلط، هي بص دي شويه شويه بدا. احنا قلنا كنا واقفين عند، قلنا يوميه الفرع ديت اللي هي الاجماليات. تمام. في قلنا اضافه فاتوره، قلنا قبل كده فواتير ومرتجعات ديت. تمام. هو انا بقى بيديله الاجماليات برضه، بس المبيعات والايه والمرتجعات. هو هيختار مثلا عن يوم معين، بس هنا بقى بتبقى عن يوم واحد بس كمان، مش عن كل كده عاملينها عن شهر مع العميل. لا، هنا هيبقى عن يوم واحد عشان تبقى الدنيا سهله معايا، نشوف يوم اليوميه بتاعته عامله ايه. يعني مثلا مش عارف مثلا مسجله ولا كده، مسجلوش ده يوم امبارح ولا حاجه، ده هات يوم تاني. ناخد الشهر اللي فات مثلا، ده الشهر اللي فات كان شهر 7. فهنا عندك هيبقى هنا الفواتير وهنا الايه؟ وهنا المرتجعات. تمام؟ وبرده بيبقى عنده ميزه ايه، ان هو مثلا هيشوف رقم الاذن ده اللي هو 1-1-604، ده رقم اذن ايه؟ مثلا كان الباك اللي كاتبها فيه او الحاجه اللي كاتبها كانت غلط وعايز يعدلها، فاحنا قلنا عمليه التعديل هنا مش بالسلاسه. فهو هيدخل المفروض يحذف الاذن ده كله، اللي هو ايه، 1-1-604 او لحد دلوقتي مفتوحه له. بعد كده هتخليها انت بقى في نفس اليوم، يعني انا فاتحها عشان كده لما هيدخل هنا مثلا هتلاقي ايه، هتلاقي حذف فاتوره. تمام. هتلاقي فاتوره كتير قوي، لان انا مش رابطه له، انك انت محطوطها بتاريخ معين او بحاجه معينه كده، الظهور بتاعت اليوم تاريخ اليوم، انت مستني بس لحد ما البرنامج يبدا يشتغل تقول له لا ده هيبقى بتاريخ اليوم. فمثلا مش لما اجي لما كده، لما انا هضغط هنا هيظهر طبعا الفواتير بتاعت هتتصل بقى، لو هو مثلا بيقول لك رايح حذف فاتوره اتكلمنا عليها، وفواتير المرتجعات ومرتجع اتكلمنا عليها برضه، حذف المرتجع نفس القصه بتاعت حذف الفاتوره. تمام. واستلام عربون ورد عربون ومرتجع كسر شريحه وخصم الشهري واستلام وصرف، القصه دي كلها كده اتكلمنا عليها. يعني كده اتكلمنا على كل الحاجات اللي خاصه بمين، بتاع الخزنه. الكود ده التركات الموت، مفيش تركات، هو خلاص كده هي التركات كلها كانت في الاوبزرفر كولكشن بس كده. وفي عندك يعني مش ده سؤال على التركات اللي هي بتاعت اللي انت شفتها هنا دي اسمها ايه؟
اللي هو رد على طول، اللي هو في هنا بيظهر لك البيانات كاملة. هذا صح، تمام. لا عشان دي عشان دبليو بي اف يعني، او ال الكود بتاعها دبليو بي اف، كود دبليو بي اف، الكود بتاعها نوع كولكشن ايه؟ ايه؟ لا لسه عادي ماشي، بس انا في مش كيو فاليو؟ لا لا لا، ما هي الزمل، الفكرة في الزمل كود نفسه.